لو والله انت ما بفكر كانش كبالة هتطلع والله. بص ترد وتوضح؟ انا بعد الورقه اللي شفتها دي طبعا، انا يعني لابد من احترام جميع رموز نادي الزمالك اكيد على مر التاريخ، تمام. الحاليين والسابقين. قبل المشكله بتاعت شيكابالا دي تمت اهانه كابتن نادي الزمالك تاني برضو، اعتقد كابتن خالد غندور، والله لان هو يعني قال له انا موديك القناه هناك، عشان كابتن خالد اتكلم بمصداقيه عن الموضوع ضربه الجزاء ومن وجهه نظره، هو فبيقول انا اللي كابتن موديك. خالد بس انا اقول بره لك على قناه حاجه، الزمالك يا جماعه، بص كابتن بص خالد بره قناه الزمالك حاجه تانية تسمع منه خالص. احلى كلام، بس كلام انا اقول لك مختلف تماما. تحس بره امير والله انا اسف يا شريف، بس صراحه معلش اي حد بيحصل فيه كده هو السبب، هو اللي قبل على ما نفسه انا كده. بس انا كمل بقى عشان ماشي. انا اصل دي بتزعلني جدا. لا لا طبعا، انت ما تبقاش تروح في سكه وبعدين لما يقلب ما انا جاي لك اهو. انا جاي لك لسه. انت مليت الورقه؟ هروح اعمل كده بقى وجايب لك الحاجات دي الصغيره دي. ايوه اتفضل. التفاصيل بقى اللي بنتكلم فيها دي، كباتن الفريق واحترامهم. انت بتتكلم في كابتن خالد طبعا، تمت مش عايز اقول اهانته بشكل كبير يعني، ولكن تمام تمت اهانته بالفعل، الهجوم عليه، الهجوم اوكي عليه بشكل مباشر اوكي يعني. وبعدها طبعا اللي يحصل الهجوم على شيكابالا اللي هو كابتن فريق يعني الزمالك سنين طويله، وراجل سطر تاريخي طبعا نادي طبعا الزمالك، طبعا وشيكابالا من نجم لعيبه كبير، كبار يعني. نجم كبير. فلما لعيب كبير وكابتن فريق يتم الراجل يطلع منشور بالمنظر ده، ده يهد اي فريق، يهد اي فريق ويدمر استقرار اي فريق كوره خلاص. لما كابتن فريق يتم ان هو اتهامه بعدم دفع، وانا اعتقد ان شيكابالا كان في 3 سنين من ضمن الموضوع والارقام والحاجات دي، 3 سنين بياخد جنيه في العقد مكتوب كده، وبقيه مستحقاته بتدفع. القيمه هي بتاعت الشبونه دي ما هو بتتباع قال لك اهو في المفروض. البيان يا كابتن شريف، قال لا لك انا انا في بتكلم على فترات قيمه عقده كمان، اوكي كجنيه في ماشي العقد ماشي، ما هي كده. نفس الكلام، قال لك انا في فترات كنت بلعب من غير فلوس. ما ده حقيقي وكلنا عارفين على فكره، ودي حقايق، معروفه. واحنا ما بنتهمش حد بالباطل، حقايق وارقام، وما نقولش على حد زور او حد حرامي، بالعكس احنا بنتكلم بارقام وبحقايق. فنتمنى ان شاء الله ان الامور دي كلها تتحل بشكل سريع، لان كده احنا كل اللي عايزينه استقرار نادي الزمالك ونادي كبير. وبصراحه يعني بعد اللي شفناه قدام نادي النصر اللي مليان نجوم، وكنت أداء قادر رائع رغم طبعا ورغم طبعا طبعا، ورغم اللي فيه نادي الزمالك ده كله، ها اللي فيه نادي الزمالك ده كله، السطور الكتيره اللي انا شايفها من كابتن فريق رد على رئيس نادي سابق يعني بالمنظر ده، فده تحيه وتقدير للعيبه طبعا وللجماهير اللي بتساند دايما جماهيرنا الزمالك. فنتمنى استقرار السريع طبعا لنادي الزمالك وحل كل الازمات ليه يعني. كابتن ابراهيم، جمهور نادي الزمالك يعمل ايه؟